دعا رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح جميع القوى الوطنية الواقفة ضد العدوان إلى الكف عن المناكفات التي لا تخدم سوى دول العدوان ومرتزقتهم وتضعف الجبهة الداخلية للقوى الوطنية. وأكد الزعيم أن ما يصدر من تهم وإساءات عن بعض المؤتمريين بحق زملائهم في المؤتمر أو بحق أنصار الله لا تمثل المؤتمر وإنما تمثل وجهة نظر أصحابها، وأن عليهم التوقف عن هذه الممارسات. وحث الزعيم كوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على عدم الانجرار للمناكفات والاستهداف والإساءات المتبادلة فيما بينهم أو للقيادات في المؤتمر الشعبي العام أو أنصار الله، كما حث جميع اليمنيين على توحيد صفوفهم وتسخير جهودهم وأقلامهم لمواجهة الحملات الإعلامية التي يشنها إعلام دول العدوان ومرتزقتهم وفضح الجرائم التي يقترفها العدوان بحق أبناء شعبنا اليمني منذ 14 شهرا في ظل حصار بحري وبري وجوي متواصل.